أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول القرآن الكريم. كنا قبل شهر رمضان نتناول بعض القضايا التي تتعلق بالقرآن الكريم كناحية